إسرائيل. حتى الآن بالطبع لم تصدر الكثير من الردود الرسمية على هذه الدعوة أو على جلسة المحكمة في لاهاي، ولكن بالطبع هنالك رفض رسمي وشعبي كبير لما يحصل في لاهاي. هنالك أيضا صدمة من استخدام كل الاقتباسات التي تحدث بها السياسيون الإسرائيليون وأيضا أعضاء الكنيست وما إلى ذلك. مثلا هذه أول مرة نسمع حتى في الصحافة الإسرائيلية رفض لكل هذه التصريحات التي أدت في نهاية الأمر إلى استخدامها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. أيضا هنالك كثير من أحاديث المعلقين السياسيين والمحللين يقولون بأن لم تكن حاجة لكل هذه التصريحات التي قالها السياسيون الإسرائيليون منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة. رأينا هنالك في الجلسة استخدام لتصريحات مسؤولين إسرائيليين، استخدام ل مقاطع فيديو كان قد نشرها جنود إسرائيليون أصلا، هم يعني كان يقولون بأنه كان يجب على الجيش منع نشر هذه الفيديوهات، مقاطع فيديوهات لجنود إسرائيليين يقومون بتفجيرات في غزة ويتفاخرون بها ويعلقون بأن هذا ما سيحدث بغزة وسننتقم من الغزيين. أيضا كان هنالك استخدام لبعض الاقتباسات من نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الجيش يوآف غالانت. ربما هنا يجدر التذكير بأن ما تحتاج لإثباته جنوب أفريقيا في هذه الدعوة هو مقاصد إبادة شعب وليس بالضرورة إبادته فعليا بعد ذلك، أي يتحدثون عن قصد إسرائيلي بإبادة الشعب. ولذلك يستخدمون أيضا اقتباسات قالها وزير الجيش الإسرائيلي حين قال لن يكون هنالك كهرباء في غزة ولا أكل ولا مياه ولا وقود، وبأن كل ستمنع إسرائيل كل شيء في محاولة حربها ضد هؤلاء الكائنات غير البشرية كما قال وزير الجيش الإسرائيلي. أيضا أضاف هم أرادوا جهنم ونحن نعطيهم جهنم في غزة، هذا ما قاله وزير الجيش غالانت. أيضا كان بالطبع كل التصريحات التي صدرت عن عميحاي إلياهو هو عضو كنيست عن حزب القوة اليهودية حين قال سنلقي قنبلة نووية في غزة، بعد ذلك تصريح عضو حزب الليكود موشي سعدة الذي قال بأن كلهم يطالبون بإبادة غزة وبالانتقام من غزة. إذن الدعوة تتحدث عن مقاصد، والآن يفهم الإسرائيليون بأن كل هذه الاقتباسات والأقوال لمسؤولين إسرائيليين الآن يعني تضرهم في لاهاي وفي المجتمع الدولي عموما وفي صورتهم أمام العالم. فقط يعني أمر أخير، يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية على عجالة قال بأن إسرائيل تدافع عن نفسها أمام كل يعني أمام الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، قال بأن إسرائيل تدافع عن نفسها من هذا الهجوم القاسي للإرهابيين من حماس، وكيف يمكن بأن من يدافع عن نفسه يجد نفسه في نهاية الأمر مدان بإبادة شعب. هنالك رفض، هنالك استنكار، وهنالك أيضا رفض أو حالة من الإنكار لرؤية الإسرائيليين أنفسهم إذا جاز التعبير أمام هذه المرآة وأمام هذه البشاعة في التصريحات وفي أفعالهم في غزة. إيمان، ضمن أيضا هذه التصريحات التي يستخدمها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، اليوم صحيفة هارتس تعنون أن سموتريتش يعرض إسرائيل للخطر وتصريحاته تخدم جنوب أفريقيا، وهنا إلى أي مدى هذه الدعوة زادت من النقمة الشعبية أو يمكن أن تزيد من النقمة الشعبية، إن كان على اليمين المتطرف، إن كان على الحكومة، إن كان على كل هذه التصريحات التي كانت تصدر بالسابق وكأنه يعني لا أحد سيحاسب أو سيعاتب يعني على مثل هذه التصريحات؟ أولا النقمة الشعبية على هذه الحكومة هي واضحة منذ بداية هذه الحرب منذ 7 أكتوبر. كل الإسرائيليين يشعرون بأن الدولة لم تدافع عنهم، لم تدافع عن مواطنيهم، وبالتالي النقمة موجودة. ولكن الآن نتحدث بالأساس ليس عن ردود الفعل الشعبية، أصلا ردود الفعل الشعبية يعني تقول كل ما يقوله الإسرائيليون بأن العالم ضدنا وهذه لا سامية ويرفضون أن يروا بهذه الدعوة إجراء
عادل، بل يتحدثون بأن هذا نتيجة للاسامية ولكره اليهود في العالم، وبالتالي هنالك كما قلت حالة من الإنكار الجماعي يعني لكل هذا الإجراء في محكمة العدل الدولية. ولكن حين نتحدث عن مجموعات أخرى، عن فئات أخرى مثل المحللين والصحفيين، الآن باتوا يفهمون، وقالها أحد الصحفيين في القناة 12، الآن باتوا يفهمون بأن كل هذه التصريحات كانت مضرة جدا لإسرائيل، وخاصة يتحدثون عن هذه الحكومة بأنها غير مسؤولة. هذه الادعاءات ليس فقط نسمعها من المعارضة الإسرائيلية، بل أيضا من الكثير من الفئات في إسرائيل بأن هذه الدولة غير مسؤولة، وبأن كل هذه التصريحات غير مسؤولة، أدت في نهاية الأمر لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، خاصة كما قلت التصريحات سموتريتش الذي تحدث عن الدعوة لتهجير الغزيين وبأنه لا يجب أن تصل أموال السلطة إلى غزة. كل هذه التصريحات تستخدم في محكمة العدل الدولية، ولكن ليس فقط من المتطرفين، كما قلت الحكومة كلها متطرفة، ولكن أيضا من كتلة الليكود كان هنالك الكثير من التصريحات، بدليل أيضا استخدام تصريحات نتنياهو عن الانتقام من الغزيين. نعم. الرئيس هيرتسوغ الذي يعني من حزب العمل الإسرائيلي الذي يعتبر يعني تاريخيا في الخارطة السياسية الإسرائيلية بأنه حزب معتدل أو حزب يساري، كان قد قال بأنه لا يوجد غير متورطين في غزة، لا يوجد مدنيين، كلهم متورطون، وبالتالي هذا يعني بأن إسرائيل تريد الانتقام من الجميع وليس فقط ممن نفذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. جملة أخيرة، هذه أول مرة تشارك إسرائيل وتدافع عن نفسها في هذه المحافل الدولية، لا سيما في المحكمة، محكمة العدل الدولية. السبب هو تخوف إسرائيل بالطبع من إصدار قرار يمنعها من استكمال حربها في قطاع غزة. أشكرك من الجليل الأعلى مراسلة الغد إيمان جبور.